تُولي مصر أهمية كبيرة للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية لمصر وتبذل مصر جهودا حثيثة منذ التصعيد الإسرائيلي بقطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، وارتباط مصر بها هو ارتباط دائم ثابت تمليه اعتبارات الامن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم، ومنذ التصعيد الاسرائيلي بقطاع غزة في السابع من اكتوبر الماضي، تبذل مصر بقيادة الرئيس السيسي جهودا حسيسة من اجل التوصل لوقف لاطلاق النار في القطاع. مصر تعمل كذلك على تجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الابرياء من ابناء الشعب الفلسطيني، فضلا عن جهودها لتقديم المساعدات للاشقاء من خلال فتح معبر رفح البري لاستقبال الجرحى والمصابين والمساعدات الغذائيه والدوائيه للشعب الفلسطيني، كما تواصل مصر دائما اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه القضيه الفلسطينيه مع التاكيد على اهميه زياده المساعدات الانسانيه لغزه واستعداد مصر للتعامل مع ذلك عبر معبر رفح، وهو ما سوف تؤكده مصر خلال زياره لوزير الخارجيه الامريكيه انتوني بلينكن للمنطقه ومصر لمناقشه تداعيات الحرب الاسرائيليه على غزه والضغط من اجل عدم اتساع الصراع كما ستعيد مصر التاكيد الذي اطلقه الرئيس السيسي منذ قمه القاهره للسلام على اهميه بدء مسار سياسي بين اسرائيل وفلسطين ترعاه وتشارك فيه الاطراف ذات الصله ويقود لحل الدولتين، بالاضافه لذلك ستؤكد مصر على ضروره الحد من الضحايا المدنيين في قطاع غزه والتوسع في انشاء مناطق امنه وما تقوم به مصر الان في هذا الصدد داخل القطاع، كذلك ستعيد مصر التاكيد على رفض التهجير واعادة التوطين خارج غزة مع الحصول على تصريح من الجانب الامريكي يساند توجه مصر في هذا الشأن، وبخصوص الرؤية المصرية المتعلقة بإدارة غزة فسيتم طرح أفكار المبادرة المصرية فهي الأكثر واقعية في كل ما طرح من أفكار خاصة، حيث ترى مصر أن تكون هناك إدارة موحدة للضفة وغزة ودور للسلطة الفلسطينية وهو ما تتبناه أيضا الإدارة الامريكية ويمثل مساحة للتنسيق المشترك بين البلدين وبخصوص حركة الملاحة في البحر الأحمر فستوضح مصر حجم الخسائر التي تتعرض لها نتيجة هجمات قوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر وباب المندب ومدى تأثيرها على الملاحة في قناة السويس